شغب وهندي بلف في الشارع مستقبل كدارة الميكروب السنارة واللي يحكي مع موسى ظهرة كموسى قطوسة والخبش مش حامل الوديع ملا أبونيفو ماني وحيدك أبونيفو بطالة أبونيفو ماني وحيدك أبونيفو عسليمة عسليمة. مرحبا بكم مرة أخرى في يومية نوسة ومرحبا بيا في سوسة. وي مرحبا بيا في سوسة. ماشيين اليوم الجمهور سوسة العظيم باش نسألهم الراجل التونسي يحب يعرس بالمرأة المتحجبة وإلا المتبرجة، وكان متحجبة علاش وكان متبرجة علاش؟ وكل عادة كل عادة حبيت نقولكم بوسة مرسوسة من عند نوسة. تفضل طفلة متبرجة ولا متدينة؟ ها؟ تفضل تعرس بطفلة متدينة ولا متبرجة؟ محبة الصبورة كحلة. إيش معناها الصبورة كحلة؟ متنقبة عينها ما يظهروش. وعليه؟ نحب يكحل عليها. علاش نحب يكحل عليها حتى حد يكحل عليها؟ نحب يكحل عليها حتى حد. يا ميمتي على الالفاظ الراقيه اللي عندك. مالها نحب يكحل على مري حتى حد يكحل عليها كنينك او وانت يا ذي متاكد لي هي والله هي اللي تحكي لي عليها انت يا ذي المتنقبه اللي انت تحب تاخوها لك وليت انت يزي قل لي يعني انت متاكد هي تولدت بالنقابه ما يعرفها حد؟ لا 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 مش تولد بالنقاب هي كان مش تبدا شعر عريان. ايه انت او شعرك عريان. ايه كانت تنقبي يمكن ناخذك. صار استنى اسمع قال لي كانت تنقبي يمكن ناخذك زدت اكدت لي انا باش ما نتنقبش هذه حاجه وانت فاهمني نندبهم نندبهم عليا وعليك. يعني انت تاخذ كان واحده ما تنقب كو يا اجلك تعيش بباس قول امين جالني شنو بابا اسم ليش امراه مبار معناها اي مبار ان شاء الله في راسك. اي راجل بزنس المتبرجه دونك متبرجه باهي والمتبرجه فما اصلا انواع. اعطيني المواصفات الفتاه مثلا انت كي جيت راجل باش تاخذها والله شو نقول لك مواصفات الرجل اللي باش ياخذ المراه المتبرجه لا مواصفات المراه انت توا راجل انت توا بيرسوناج نتاع راجل اي والله من ميكرو للميني للبروتيل اقل حاجه متحجبه بالطبيعه. علاش بالطبيعه؟ خاطر متحجبة هي تبدا فايقة على روحها متبرجة فما باهين متبرجين باهين اما فما متبرجين اخويا ربي يعفو وفما زاد متدينين ربي يعفو. ليه موجود هاي موجود هاي مال علاش قلت متدينة مش متبرجة صورت تطلع لك متدينة و... ليه ما نعرف شنو نختار يعني. ما وانت حط روحك راهو الباهي والخايف في كل بلاصة وانت باهي كيفاش تعرف؟ يعني كيفاش نعرف؟ انت استاه كيفاش تستاه؟ كيفاش تستاهل؟ ما تتقالش تلفزة هذاك علاه. كيفاش تستاهل؟ تستاهل برا تستاهل وحدي. تستاهل وحدي وحدي. اي وفني هو علاش تعايط؟ في الدار في الدار تستاهل. تذهب الدار؟ لا حرام من سبيك. يعني دونك مرة متبرجة ولا متحجبة؟ متبرجة. يحب يعرس بالمرأة المتحجبة فهمت؟ في نفس الوقت كي تلقاهم يلعبوا بنات الناس لا علاقة متحجبة ولا متحجبة يعديوا بها في وقيت وبعد يطيش شهرة، أما كي يجي باش يعرس ياخذ لك أنا مرأة متحجبة. وشنو الفرق ما بين متحجبة ومش متحجبة؟ معايا أنا متأكد. كوم كوال متحجبة متربية وكل كي وبن دار وفاميليا وجيبوا فيها من عندهم والبنت اللي مش متحجبة بها وعليها مش متربية و... يعني أنا وياك مرة ريت وخاخ مرضى ربي يهديكم الله يهديكم بالله عليه هكا عبيد مزت ما نستحسن حسنس بالله عليه هكا عبيد مزت ما نستحسن حسنس شبيك معنا عبيد شنية مستحس حسنس هكا هي بس تحسنتش هي هذيك هي عندها ورايا مستحسنتش. دونك انتي بي انتي بك جيت راجل انتي توا راجل تعرس فلا تعرس بمرام وسيد الرجال تعرس بمرأة متحجبة ولا مش متحجبة؟ مش متحجبة. علاش؟ تلبس على راحتها تعري ما تعريش ونحب هكيك. معطى ضربة. ميرسي. شو معنى متبرجة؟ كيف أنا وياك يعني؟ متبرجة. علاش متبرجة؟
هكا راي معناها نصور هكا. علاش؟ خاطر ما نعرفش. بالحق علاش؟ بالحق والله ما نتصور هكا. ما من فضلك ركز معايا نتفاهمهم. هذوك ما غايرين منك خاطر انت معايا ويحبوا يشنجوا لك افكارك. سيغ باز. كيما قلت لك نصور هكيكا. يحب معناها المرأة المتبرجة كيفنا. كيفنا؟ علاش خاطر انت متبرجة ولا على خاطر؟ ليه ليه عادي. وكل حد ورايه راهو. معناها كل حد وكيفاه. يعطيني شنو هي طاقة هكا. حسب رأيك أنت يعني أنت كان جيت في بلاصة راجل تونسي وركزي لي تحمني جنسية تونسية. ركزي فيها الكلمة دي جنسية تونسية. تعرس بامرأة أنت تعرس بامرأة متحجبة ولا متبرجة؟ متبرجة. علاش؟ علاش؟ علاش ما عندك وين هاربة منها؟ جاوبيني. نحب معناها يحبوا العري ويحبوا لابسة والقدة وراس قدة. في غدرة ريتها كيفاش؟ تعرس بامرأة متحجبة ولا متبرجة؟ اش معناها متبرجة صار؟ يعني كيف يعني أنا طفلة متبرجة؟ نعرس بالمتبرجة الحقيقة. علاش؟ بالله بعد إذنك ونحن في الكادر أخرج لنا من الكادر وباش نخليها لك هذه بالذات. باهي قال لي. أيوه. باش تعرس طفلة متبرجة ولا متحجبة؟ متبرجة. علاش؟ هيك نعرس متبرجة. في بالك أن الرجال كل اللي صورت معاهم قالوا ناخذ واحدة متحجبة؟ لا نحب نجي عكسهم وناخذ متبرجة الحقيقة. إي علاش؟ هيك بليدة. فماش هكاك. أه؟ فماش حاجة هكاك. ما نلقاش راحتي مع واحدة متحجبة. يا حش نولي ميمز يعني أقوى ميمز أقسم بالله. باش تولي أقوى شنو؟ ميمز. أما نفرض نحن أنت راجل تونسي وتحمل جنسية تونسية. تعرس بطفلة ندور شوية ساعة الكاميرا. زميلنا تقلق يعمل لي هكا. حسب رأيك تاخذ أنت كان جيت راجل تعرس بمرأة متبرجة ولا متحجبة؟ إي مش على خاطريني لو لابسة معناها فولارة ولا حاجة أما نختار المتحجبة. متحجبة. شنو؟ متحجبة. متحجبة؟ باهي شنو الفرق ما بيناتهم؟ ما ثماش فرق أما سترة باهية. باهي اختارني من أفكارك اللي تسرب لك فيهم صديقتك من غادي. إيه. أعطيني أفكارك أنت. أني هذه أفكاري. باهي يعني شنو الفرق ما بيناتهم؟ فرق ما أنت يعني كرجل من النار أختي ولا بنتي ولا حدا كيكة لابسة ميني وكي فازيات ما نحبهمش يعني. يعني ما صاحبتك نورمال. مع شكون صاحبتي؟ نسأل فيك. إي ما حتى أني كي نصاحب ما نصاحبهاش يعني كالجو هذاك. أنا نقيس الكيك معناها بالنسبة لي ناخذ كان مرة مدينة ما نجمش ناخذ مرة شعرة طويل مش كرة فيها ولا حاجة أما أني إرادتي كيك نحب ناخذ مرة مدينة وتحنا مدينة. باهي هذا إرادتك أنت وعرفناها أما أنت يعني المرأة يعني عفتها تتقاس بالحجاب؟ لا مش بالضرورة بأخلاقها وتربيتها يعني ساعات تلقى طفلة مش متحجبة. يعني قلت لك اخلاقها وتربيتها اول حاجه ذوك. اما انت تعرف اما يعني نعرس كان بوحده متدين ما تحكمش على الطفله من اللباس نتاعها. ليه 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 تبدا اللباس اكيد مقبول معناها مش اوكي معناها تلبس عاريه كل شيء معناها مستوره معناها تكون يعني لباس الطفله فما اللباس يقلقك بتباع مثلا شنو الحاجه نجم تقلقك في الطفله؟ بيعتها بمواصفات فتاه احلامك اللي تحبها انت في المستقبل تكون مرتك ومن صغارك. تكون محترمة محتشمة معناها وبنت أصل ورزينة وكل شيء معناها وما تكونش معناها سورتو تلقى عندها برشا أصحاب ولاد معناها وتحكي مع الناس الكل فهمتني كعبتين وكهو معناها أي يعني نفضوا به مرتك أنت جات في خدمة كلها رجال جات تخدم في الجيش تقول ما تخدمش مع رجال؟ لا يعني ما نخويش تخدم في الجيش معناها. علاش؟ خاطر هما في معناها لونجاج أمير تخدم في الوطن في وطن اللغه الخشبيه عرفنا نتاع البلاتوين. ليه 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 تكون اصلا حتى لونجاج بينه بعضهم يكون احر شويه فهمت. بيتاخ واحده تبشرت. ليه ليه شنو شورت معناها ليه ليه شنو شورت فوق الركبه باش نشني تكون محتشمه في تبيع في لبستها كما قلت كنت نحكي لك معناها فهمت. نطلع طبيعة نحكي كم جمع وديا نسأل عن الحب ولا نعمل في الشغب ولا هني دي بلب في الشارع نستقبل كدارة الميكروب السنارة واللي يحكي مع موسى ظهرك كموسى قطوسة والخبش مش حامل الودي عمل أبونيفو ماني وحيدك أبونيفو بطالة أبونيفو ماني وحيدك أبونيفو بطالة ديسلايك عزيزي نوسى عزيزي.